قضية كما كنت تسمع في مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بن ثمانية. العشرة قضايا أهمها رشوة ارتشاء، تكوين عصابة، وغسل الأموال. قضية عادية معناها توا هو هكا فما محاولة متاع تكبيرها وباش تظهر كانها وليت كانها قضية معناها متاع أمن دولة، لكن هذه قضية هكا حق عام وحكي لنا وعطانا التفاصيلين. علاش حبيت نرجع عليها الحكاية هذه؟ توريت التخبيلة الكل اللي كان يحكي عليها السيد الضيف متاعنا، والحديث اللي قريناه البارح وغير ذلك، ونتفكروا كيف سي شرف الدين نهارت اللي باش يستقيل في الأسبوع هذاك حكي على ناس خارج القانون تتم حمايتهم من قبل الأمن وغير ذلك والحرس به. هذا الكل ما كانش يصير، ما كانش يصير هذا الكل لو كان احنا مانيش عايشين في بلاد الشراب بالرخصة. هذه قديش مرة قلنا لها نحيولنا هذه حكاية الرخص. الرخص هي ولات طريقة متاع الثراء غير شرعي للناس. هاكو شفتو كالعامة كالسيدة اللي جاي المرأة قال هاي تعطيني 800 مليون ويجيب لك رخصة متاع شراب، فهمت؟ اليوم عندك الأمنين وعندك وغير ذلك يخدموا في الرخص هذية متاع شراب، على خاطر العبيد كل تعرف اللي ما ثم حتى اون اكتيفيتي من نوع هذايا، سواء بيع الخمر خلصة خاطر هو بخليفة الرخصة اللي عنده يزود في السوق متاع المرشينوار متاع الشراب. لو كان جاي ما ثماش رخص متاع الشراب وخاضع فقط للكيات شارج كيما في البلدان المحترمه العاديه، تو انت من البلدان اللي كيما فرنسا ولا غيرها اللي هما الشراب معناها من غير رخصه، من العباد قاعده تسكر وتخرج بعد تقتل بعضها بالسكاكن. لا ماهوش هذايا معناها، ماهوش، ما عندهاش حتى علاقه بالنظام العام، بل هي عندها علاقه بفكره هكا زعما هكا الحلال والحرام وغير ذلك. معناها حكايه طويله حكينا فيها قبل وقتها بحضور صديقنا وزميلنا حسن بن عثمان. دونك وزيدا il faut attirer l'attention اللي راهو ما فما حتى اكتيفيتي ايليغال من نوع هذايا، من نوع بيع الخمر خلصة ولا بيعان الزطلة وغيره، ما تنجمش تتم كان بالتواطؤ نتاع بعض الامنيين وبعض الناس النافذين في الادارات وغيره. هذه حاجه رغم اللي العباد تحب تستر عليها، وحتى كيف تجي افلام ولا مسلسل تحكي لها يقول لك كيفاش، راهو هذه من حاجه معروفه جدا والناس كل تحكي فيها في التريكل، فهمت؟ لكن كي تجي تقولها في الاعلام يقول لك لا كيفاش، هذه حاجه معلومه والناس الكل يعرفوها. ليزاكتيفيتي هذوما ما ينجموش يزدهروا من غير ما ثم بعض الامنيين ومطفين الضوء. دونك اللي صاير هذايا في القضيه هذه illustration نتاع وضع عام مستشري في البلاد. قلت هذا الكل نجم نقص له الدابر نتاعو لو كان نحيه وحكايه الرخص. لا تولي لا ثم لا يبيع في شراب في المارشي نوار، لا عامل رخصه نتاع شراب وعامل كليونتيل هكا جماعه كيلا غوز وكل شيء، توفى هالحكايه هذه الكل. نبدا معاك متر بن حليمه في علاقه باللي تقول فيه.